القصة بدأت بتاريخ 12/11/1978 لما انطفت محطة أم العيش التابعة لشركة النفط، وعلى طول طلعوا 7 مهندسين وفنيين ومعاهم خبير أمريكي عشان يعرفون وين الخلل. ولما وصلوا شافوا طبق طائر واقف يم محطة أم العيش، واستغرق وجود هذا الجسم أكثر من 7 دقائق، وبعدها ارتفع وطار واختفى. ومن طار رجعت الكهرباء للمحطة واشتغل جهاز اللاسلكي اللي من خلاله تم إبلاغ وزارة الداخلية، وطبعا حضروا الشرطة وعينوا المكان وأخذوا أقوال الشهود 7. وصار هذا الموضوع حديث الكويت كلها، وطبعا القبس غطت هذه الواقعة وقابلت مدير عام الشرطة اللي أكد بأن هناك مهندسين وفنيين ومعاهم خبير أمريكي شافوا الطبق الطائر، وأن الأطباق الطائرة تحب الأماكن المكشوفة. وبعدها بثلاثة أيام تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء مكونة من وزارة الداخلية والدفاع والمواصلات لدراسة الموضوع وعرضه على مجلس الوزراء. الموضوع كان شاغل الكويتيين لدرجة أن تلفزيون الكويت قابل شخص يدعي بأنه شاف طبق طائر. شوف المقابلة. صور اللي التقطها المصور الصحفي علي شاش لما أطلق عليه الأطباق الطائرة، وقبل أن تلتقط هذه الصور بدأت هذه القصة، فلنسمعها معا. الساعة 11:30 يوم الجمعة كنت بتكلم مع صديقي، وكان الشباك مواجه لنادي القادسية، وأنا كنت بطلع على جهة نادي القادسية، فوجد جسم مضيء لفت نظري. بدون شك إنه يعني هناك بالنسبة للأطباق الطائرة نزلت في الكويت مرات كما يقولون يعني قبل شهر أو أكثر، شهر ونصف، ويعني القوة الخارقة اللي مملكها الطبق الطائر أدت لأنه تفكيري يكون بهذه الصورة. إيه صح اللي سمعتوه، فعلا فوق نادي القادسية طبق طائر. وكبرت القضية لدرجة أن الإمارات رفعت حالة الطوارئ في محطاتها لمراقبة وجود طبق طائر. في تصريح نشر بكونه مع العالم الفضائي المصري فاروق الباز يؤكد بأن لا يستبعد وصول طبق طائر للكرة الأرضية عشان تدرسنا وتدرس الأرض. وفي تاريخ 24/1/1979 أعلن معهد الأبحاث وفي مؤتمر صحفي بأن الأطباق الطائرة ما هبطت الكويت، وأن اللي شافوه الناس هو أجسام مضيئة، وأن مجلس الوزراء وافق على أن اللجنة تقوم بدراسة إمكانية إنشاء محطة لرصد أي تغييرات في الأرض والأجسام الغريبة والنجوم والنيازك. بالمناسبة كل هالمعلومات تلقونها في أرشيف القبس بريميوم.